بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلا مشت بي في طرق العلا قدم. لا بد أن أتداوى بالقناعة، فلقد صبرت حتى فؤادي كله ألم. عندي من العزم سر لا أبوح به حتى تبوح به الهندية الخذم. ما لي أسالم قوما عندهم ترتي، لا سالمتني يد الأيام إن سلموا. حامل لولي الأمر مالكة تطوى على نفثات ملؤها ضرموا. ابن الولا يقعدون الموت، إن نهضت لهم لدى الروع في وجه الظبل همم. ما خلت تقعد حتى تستثار لهم، وأنت أنت وهم فيما جنوه هم. فحمل أمك قدما نسقط حنقا، وطفل جدك في سحب الردى يا فطاموك. هذا المحرم قد وافتك صارخة مما استحلوا به أيامه الحرمك. تنعى إليك دماء حتى أريقت ولم يرفع لكم علام. مسفوحة لم تجب عند استغاثتها إلا بأدمع الثكلى شفها يا الألم. وحائرات أطار القوم عيونها رعبا غدات عليها خدرها
هجموك كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزه حرموك يكاد من هيبتين ألا يطوف به الله حتى الملائك لولا أنهم خدموك فغودرت بين أيدي القوم حاسرة يا الله تسبى وليس لها من به تعتصم علامة علامة راعي الثار ما يظهر علامة علامة نسب متون عماته علامة علامة راعي الثار ما يظهر علامة وينشر اليتانونك علامة علامة نسب متون عماتك علامة علامة من صياد زجر وجرمي من صياد زجر وجرمي سلام الله عليك يا أبا عبد الله كان آخر ناصر عنده هو الطفل الرضيع بأبي فجاء إلى الخيمة ودعا بطفله الرضيع جاءت له زينب بالطفل الرضيع نظر إليه وبكى وهو يقول بعدا لهؤلاء القوم إذا كان جدك خصمهم يوم القيامة شلون شافه العيون غائرات يا الله والشفاء يا وذابلايات وهو يتلوى عطشا يدلع لسانه بين فترة وأخرى أقبل به نحو القوم وهو يقول لهم لقد قتلتم أخوتي وأصحابي وأهل بيتي ولم يبق إلا هذا الطفل الرضيع وهو ليس له ذنب إذا كان هناك ذنب للكبار فما هو ذنب الصغار خذوا بأيديكم وأسقوا قليلا من الماء شال طفل حسين بيده يخاطب جموع العدي هذا الطفل يموت ضام وذنب منه ما سدد والقلب من رفع طفله مقمط واعتني صيح جان الذنب مني هذا طفلي ما جنن عجلوا له بقصرة ميه ترى عمره دني ترى عمره دني يابس من الظما لسانه والكبد متمرده صاحب سعد الرجس يا حرمله رد الجواب لا يكون الطفل يرجع بالسلام أهل الأطناب شوف نحر يلوح مثل البدر ما بين السحاب والرجس مالان قلبه وطوق بسهم الردي فرفرت روحه وفتش بوجه أبوه عوينته وذاب قلب حسين من شافه ملولح رقبتين وانحنى يشمه فوق نحره وغسل دمه بدمعته ورجع ودموعه يهله وطلعت سكنت ناشد تقول بويا سقيته خيه وجيتني فاضل الماي
بالعجل برد غليل من الضمه ذايب حشاي خان بيده ريش بيدي على الذي يروي ضماي حط اخوه بين يديه ومدن صرخت ونادت يا خويا حط اخوها بين ايديها ومدده قالت الصاير بخويا تمدده فوق الثرى قال له لا تنشديني وشوفي بحال اشجرى صدت وللنا فارق والاوداج مهبره صرخت ونادت يا خويا اشهد ذنب منك سدين صغير ونحلت جسمي ونتك والقلب ذا وصفة يا مدلل يظل معفور خدك على التراب للرضيع بعجل قومي وفرشي له يا رباب ذايب من الشمس خده وساد جيب والسدي طلعت امه من المصيبة تصرخ بحال فظيع طفل ومخضب بدمك آه يا عبد الله الرضيع ردتك التالي زماني لا ظل حرمة وضيع شال لي تصير سلوى يا ريت روحي لك فدي قال اقطع نزاع القوم قال كيف ما صار اصنع قال ارمي الطفله بسهم فوضع لعنه الله عليه حرمله ابن كاهل وضع السهم في كبد القوس وراى الطفل من بعيد كان الطفل مغطى جاءت ريح كشفت عن نحر الطفل الرضيع ويقول رأيت النحر ها كأنه كأبريق فضة فصوبته جاء السم في نحل الطفل الرضيع ذبحه من الوريد إلى الوريد وضع الحسين يده تحت منحر الطفل امتلأ الدم عبيطا رمى بها نحو السماء ولم يسقط من ذلك الدم قطرة واحدة وهو يقول هون ما نزل بي إنه بعين الله لا يكون عليك اللهم لا يكون عليك أهون من فصيل ناقة صالحة رجع به نحو المخيم تلقت سكينة أبي هل سقيت أخي الماء وجئتني ببقيته قال ألا خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد ومصيبتان ثم جاءوا به إلى أمه الرباب شلون شافته رأت شنو السهم نابت في نحره ودمه سفيح على صدره صاحت وولدا يا عبد الله يا غالي أنا برباك سهرت الليالي أنا رتاياك علي عين والي تلم كبرتي وترفج بحالي أنا ما حسبت بالدهر تالي ذلني وخلى الدمع حالي أنا دورا على يميني وشمالي أنا هز بالمهد والمهد خالي اي والله انا هزب المهد والمها يا 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 ادخالي بقي الحسين عليه السلام بعد قتل اولاده واصحابه واهل بيته وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين وهو ينادي الا من ناصر ينصرنا ألا من ذاب فيذب عنا ألا من معين يعيننا ألا من خائف من النار فيذب عنا فصاح متوجهاً إلى أصحابه وهم صرعى يا أبطال الوغى ويا ليوث الهيجة ما لي أدعوكم فلا تجيبون
أنيام أنتم أرجوكم تنتبهون، أم حال بيني وبينكم ريب المنون؟ قوموا يا كرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام. أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا، طببوا سكن المعاري يشوف قومة وعزوتين، وقف يجري الدميع وبصدر انكسرت عبرتين، ظل يناديهم يا فرساني تخلوني وحيد، شو السبب عفتهم خيمكم ونمت على الصعيد؟ لا ولد لي بقى يحمي حريم ولا عضيد، وبنت سعد بعدي يستر هالحراير نيتين، شلون يا عباس تتركني وحريم محيرة عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى؟ وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمرة، وهاي زينب وتدري باللي يفقد عضيدي تقل يا خويا حيلتي، وعاين الجاسم جفوفه مخضبه ودمه يسيح، وقاف ودموعه يهلها والقلب منه جريح، صاح يا ابن الحسين ساعه معريس وساعه ذبيح، على مصابك جيبها يا سكن العزيزه شقتك، وبس نظر الاكبر علي وعاين وصى الم قطعه، نسى الجاسم والعضيد اللي بجنب المشرعه، يا الله وانحنى فوقه وغسل طبره الراس بمدمعه، وجذب حسر على الولد والحزن ذوب مهجته. اي صاح يا شبيه النبي، اي ما اشوف لك شبه ومثيل، قوم نرجع للخيام نسكت النسوه من العويل، شاب راس امك يا ابويا والجسد منها نحيل، شاب راس امك يا ابويا والجسم منها نحيل، آه يا شاب فارق الدنيا وراح بحسرتي، صاح يا زهير ويا مسلم يا هلال ويا حبي، صحبتك لكم نسيتوها وتركتوني غريب، ما تقوموا لهاليتامى تسكتوها من النحيب، ظلت جثثهم تموج وتضطرب من اخوتي، صاحت سامحنا يا ابو سكنه ترى احنا مصرعين، اي صاحت سامحنا يا ابو سكنه ترى احنا مصرعين، شوفنا هذا جفوفه مقطعه وهذا طعين، صاح معذورين يلي على التراب مجزرين، واقبل على مخيمي عزمي يودع نسوتي، اقبل الامام بابي وامي الى توديع عياله ونسائه، وامرهم بالصبر ولبس الازر، وقال لهم استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم،
والتفت الحسين إلى ابنته سكينة وكانت قد انحازت جانبا عن النساء باكية نادبة، فوقف عليها يا مصبرا ومسليا: يا هذا الوداع عزيزتي والملتقى يوم القيامة عند حياض الكوثر، فدع البكاء وللأسار تهيئي واستشعر الصبر الجميل وبادري. بعد: وإذا رأيتني على وجه الثرى ومصيبته، وإذا رأيتني على وجه الثرى، شنو دام الوريد مبضعين وحسينا وإماما، فليضج الضاجون وليعج العاجون. وإذا رأيتني على وجه الثرى دام الوريد مبضعين فتصبري. عند ذلك قال عمر بن سعد: ويحكم، اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، والله إن فرغ لكم فلن تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فهجموا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام إلى الأطناب، وأصابت السهام بعض أزر النساء، فدوهشنا وأرعبنا وصحنا ودخلنا الخيمة ينظرن إلى الحسين كيف يصنع. فحمل عليهم كالليث الغضبان، فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه، والسهام تأخذ منه، وكان يتقيا بنحره وصدرين. فرجع عليه السلام إلى مركزه وهو يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وطلب في هذه الحال ماء، فقال الشمر: لا تذوقه حتى ترد النار. وناداه رجل: يا حسين، ألا ترى إلى الفرات كأنه بطون الحيات؟ فلا تشرب منه حتى تموت عطشا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الحسين عليه السلام، هذه معجزة وكرامة للحسين، فقال الحسين عليه السلام: اللهم أمته عطشا. فكان ذلك الرجل يطلب الماء فيؤتى له فيشرب حتى يخرج من فيه، ولا زال كذلك حتى مات عطشا. وبينما الحسين عليه السلام على هذه الحالة، إذ رماه أبو الحتوف الجعفي بسهمين في جبهته، فنزعه وسالت الدماء على وجهه، رحم الله من نادى وحسينا، أيوا مظلوما. فقال: اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك العصاة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا. وصاح بصوت عال: يا أمة السوء، بئس ما خلفتم محمدا في عترته، أما أنكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله، بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي. وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة، وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. فقال الحسين: وبماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال: يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. ولما ضعف عن القتال، شوي توجه له المطلب هذا بكل قلبك، ها اللي يستمعون إياه توجه له المطلب ونكس راسك بالمجلس. ولما ضعف عن القتال وقف يستريح على جواده، فرماه رجل بحجرين على جبهته.
فسال الدمع على وجهه فرفع ثوبه ليمسح الدمع عن عينه، بينما هو كذلك عظم الله أجوركم إذ بان بياض صدره فرماه آخر بسهم محدد مثلث فوقع في قلبه. رحم الله من نادى وحسين. وهذا السهم اللي قتل الحسين، هو هذا السهم الذي قتل الحسين. ما وسيدا فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ورفع رأسه إلى السماء وهو يقول اللهم إنك تعلم إنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، ثم أخرج السهم من قفا. يا الله يا الله، وانبعث الدم كالميزاب. وحسينا واماما ومظلوما. يا الله، فوضع يده تحت الجرح فلما امتلأت من الدم رمى به نحو السماء وقال هون ما نزل بي انه بعين الله. فلم يسقط من ذلك الدم قصر إلى الأرض، ثم ملأ يده ثانية فلما امتلأت لطخ بها رأسه وشيبته ووجهه. ولهذا احنا نقول السلام على الشيب الخضيب. يا الله. آه آه آه. فلما امتلأت لطخ بها رأسه وشيبته، لطخ بها رأسه وشيبته ووجهه وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان، وأعياه نزف الدم. فجلس على الأرض ينوب رقبته. رحم الله من نادى وحسينا. يا الله، وصنع له وسادة من التراب فصار إليه في هذه الحال مالك بن النسر، فشتمه وضربه بالسيف على رأسه. رحم الله من نادى وحسينا. وكان عليه برنسا فامتلأ البرنس دما، فقال الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين. ثم ألقى البرنس واعتم على القلنسوة، ثم إنهم لبثوا هنيئه وعادوا إلى الحسين وحاطوا به وهو جالس على الأرض. رحم الله من نادى وحسينا. يا الله، ما يقدر يقوم الحسين من شدة الجراحات وهو جالس على الأرض لا يستطيع النهوض. فنظر عبد الله بن الحسن الصبط إلى عمه وقد أحدق القوم به، فخرج من الخيمة يشتد إلى عمه. وأرادت زينب حبسه فأفلت منها وجاء إلى عمه وأهوى بحر بن كعب ليضرب الحسين. شوف الغلام هذا عنده غيرة، الغلام عنده مروءة، يبي ينصر الحسين، جاء حتى يحفظ الحسين. وأهوى بحر بن كعب ليضرب الحسين، فقال له الغلام يا ابن الخثيب يا ابن الخبيث، أتضرب عمي؟ أنت تضرب عمي؟ آه، شوف هالغيرة اللي عند هذا الصبي. ها يا الله. فقال له الغلام يا ابن الخبيث أتضرب عمي؟ فاتقاها الغلام بيده فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلقة. فصاح الغلام يا عم قطعوا يميني. ووقع في حجر عمه الحسين. وقال له الحسين يا ابن أخي اصبر على ما أصابك، هذا صبي، شوف صبي عنده فدائية أو عنده تضحية للحسين. يا الله. فقال له الحسين يا ابن أخي اصبر على ما أصابك واحتسب في ذلك الخير، ف
فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين. ورفع الحسين عليه السلام يده، قام يدعي على القوم: اللهم إن متعتهم على حين ففرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضوا الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وبينما هو كذلك إذ رمى حرملة ابن كاهل الغلام بسهم فذبحه وهو في حجر عمه. ومصيبتا يا سيدا يا الله، وبقي الحسين طريحا مليا، ولو شاءوا أن يقتلوا لفعلوا، إلا أن كل قبيلة تعتمد على الأخرى وتكره الإقدام. فصاح الشمر: ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل؟ يا الله، شلون تكلموا على الحسين؟ يا الله، فصاح الشمر: ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل؟ احملوا عليه. ومصيبته: فضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر، ورماه الحسين في حلقه، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس في ترقوته، ثم في بواني صدره، ثم رماه بسهم في نحره، وطعنه صالح بن وهب في جنبه، وحسيناه وإماماه. قال هلال بن منافع: كنت واقفا جنب الحسين وهو يجود بنفسه، فوالله ما رأيت قتيلا قط مضمخا بدمه أجمل منه وجها، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. فاستقى في هذه الحال ماء فأبوا أن يسقوا، وقال له رجل: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية وتشرب من حميمها. قال: بل أرد على جدي رسول الله وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشكوه إليه ما ارتكبتم مني وفعلتم بي. فغضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا، واشتدت به الحال، ورفع طرفه إلى السماء وهو يقول: صبرا على قضائك يا رب، لا إله سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. يا غياث المستغيثين، ما لي رب سواك ولا معبود غيرك، صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث لك، يا دائما لا نفاد لك، يا محيي الموتى، يا قائما على كل نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم وانت خير الحاكمين. واقبل الفرس يحوم حوله. هذا الفرس ذكي جدا، ها هم يدافع عن الحسين، هم يفهم كلام الحسين. واقبل الفرس يحوم حوله وهو يلطخ ناصيته بدم الحسين، وصاح ابن سعد: دونكم الفرس، فانه من جيات خير رسول الله. فاحاطت به الخيل فجعل يرمح برجله حتى قتل 40 رجلا و4 افراس. فقال ابن سعد: دعوه لننظر ما يصنع. فلما أمن الطلب أقبل نحو الحسين وهو يلطخ ناصيته بدمه، ويشمه ويصهل صهيلا عاليا. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: كان يقول في صهيله: الظليمة الظليمة ما
من أمتين قتلت ابن بيت نبيها. هذا حيوان يبكي ويتأثر لمصيبة الحسين عليه السلام، فكيف إذا نظرت إليه فاطمة وهي أم الحسين؟ أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخيات فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. منه اليواسين بدمعته على ابن الذي حز ورقبته، وظلت ثلاثة أيام جثته ولا حضرت يم ولا دفنته. وين اليواسين يا شيعة على حسين وأطفاله ورضيعة وبن والدي عين الطليعة؟ وحيد نايم بالشريعة عباس أبو جفوف القطيعة، وتوجه الفرس نحو المخيمات وهو رافع صوته بالصهيل. فلما نظرنا النساء إلى الجواد مخزية والسرج عليه ملوية، برزنا من الخدور يا الله فاقدات الشعور، على الخدود إلى طمات وللوجوه سافرات، وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات، وإلى مصرع الحسين مبادرات. جاءت زينب إلى الحسين وهو على تلك الحالة وقد غيرته الدماء والجراح، صاحت: أنت أخي الحسين، أنت ضياء بصري، أنت ابن والدي، أنت أخي الحسين، كلمني يا نور عيني بحق جدي عليك. إلا ما كلمتني يا نور عيني، ما كلم الحسين بحق أبي أمير المؤمنين، إلا ما كلمتني يا نور عيني، ما كلمها الحسين. فلما قالت بحق أمنا فاطمة هنا عاد الحسين ما تحملها، قال: لا أخي، لقد كسرتي قلبي وزدتيني كربا فوق قلبي، أنا بروحي مكروب بعد تذكريني بأم فاطمة، بالله عليك إلا ما سكتي وسكنتي وذهبتي وحفظتي لي عيالي وأطفالي. تقول لي يا بعد أهلي ويا راح شلون أنا روح وتبقى بالشميس يا حسين مطروح، ما تسمع خواتك يمك تنوح وأطفالك تصايرخ بين ديك، وحدة تصيح عم وين عمي، وحدة تصيح فارقني ابن أمي، يهيج لوعتي ويزيد همي، عليلك من يدير العين لي، خويا بناياتك مرمرني، ليش عطاش عطاش ويردن ماي مني؟ أنا مالي تعذبيت من صغر سني. شنو جاوب الحسين؟ ناداها بضعيف الصوت: يا أختي ما هو حكي الشعب قربي دسكتي، يا نور العين خليني بمهجتي أعالجها، ترى قلبي تمرمر، بكت عنده وصاحت لي عقلي، يا روحي ونور عيني وباجي أهلي، يا خوي حسين شيتها يصدق لي، يا خويا يا صوابي اليوجع اكثر، يقلها صوابي اللي بوجهي بهضني
ولي براسي حماس جابدي وفتني ولي بصدري هاد حيلي وضهدني ولي بقلبي يا خويا يوجع أكثر يا خويا يا بسي من العطش شبدي ومصيبتا وحسينا وإماما يا خويا نصاري هذا طول عبد الزهراء الكعبة رحمة الله عليه يا خويا يا بسي من العطش شبدي يا خويا والتراب احرقت زيندي يا خويا والشمس احرقت خدي ايدي فايلي بردين ثوب شمن الحر يا الله يحاكيها وتصوب عينه دموعه لان قلبه انخفى واحنا تضلوعه غمض عينه وصارت بيه موعه هو تيمه ودمعها عليه ينثر يا الله تشم حسين وتجلب بجرحه ولن الشمر يا الله ولن الشمر يدفعها برمحه ولن الشمر يدفعها برمحه قومي وأذبحك فوق ذبحه وخليها بعمر الدهر تذكر تقل يا شمر عند واخر اذبحني وخلي خويا حسين وسدر فضربها الشيم ومصيبته الشمر ضرب زينب يا الله هذه المخدرة العفيفة جاية تدافع عن حسين يا الله فضرب الشمر زينب برمحه وأبعدها عن جسد الحسين فنادت زينب بأعلى صوتها ومحمداه وأبتاه وعلياه وجعفراه وحمزتاه هذا حسين بالعراء صريع بكربلاء ثم نادت ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل يقول المؤرخ وانتهت زينب نحو الحسين وإذا بعمر بن سعد في جماعة استعد للمقتل جايك المقتل عن قريب الدمعة مهمة تصور الآن الحالة جاء شمر إلى الحسين ومصيبته وانتهت زينب نحو الحسين وإذا بعمر بن سعد في جماعة قد أحاطوا بالحسين وهو يجود بنفسه فنادت زينب أي عمر يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه فصرف بوجهي عنها ودموعه تسيل على لحيته وهي تنادي ما فيكم مسلم فصاح ابن سعد بالناس انزلوا إليه وأريحوا فبدل إليه الشمران يا الله فبدل إليه الشمران فرفسه برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته المقدسة يا الله يا الله يا زهراء يا زهراء وضربه بالسيف على نحره يا الله يقولون فلم يعمل السيف فلم يعمل السيف لأنه موضع تقبيل رسول الله فأكبه على وجهه وضربه بالسيف 12 ضربة واحتز رأسه الشريف رحم الله من نادى وحسينا تقل يا شمر بالله دخلي وما شاف من الطبرات يزيد تشوف يلوج ما غير النفس بي
وعينه لو بيشبحها وتغمر دق اللي يا كتر خالي من الجروح تحط سيفك يا خايب والدم يفوح طبرة فوق طبرة تشعب الروح هذه كل ضربة يهتزها الكون وعصينا تشعب الروح يشوغ القلب من عيدها ويفغر يا الله مثل شمر أذل الله جبهته يلقي حسينا بذلك المنتق يا الله تقبل أعمالنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبل الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستبحشين في الظلمة اللهم اشفيه بشفائك وداويه بدوائك وعافيه من الله اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة اللهم وتفضل على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين بالشفاء والصحة يا الله وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات Allah.